الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما دل عليه دليل. الأصل في الأشياء إيه؟ الطهارة إلا ما دل إيه؟ وهذه القاعدة جايبينها من قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يبقى ربنا بيمتن علينا بأنه خلق لنا كل حاجة في الأرض، وهذا المقام مقام الامتنان يبقى طهارة، يعني ما ينفعش يبقى فيها حاجة إيه؟ مفيش حاجة نكسب ذاتها، كل الأشياء طاهرة، كل الأشياء إيه؟ حتى اللي إحنا بنقول عليه نجس هو طاهر أصلا. يعني بنقول مثلا إيه النجاسة؟ البول والبولواز ومش عارف إيه والقيح والدم والكلام ده، هو أصلا طاهر، الكون كله طاهر عشان اسمه القدوس. يعني كل ذرة في الكون متجلي ربنا عليها باسمه الإيه؟ القدوس، وإلا لما صح لها أن تسبح، وإن من شيء إلا إيه؟ يسبح بحمده. دم بتسبح تبقى إيه؟ طاهرة. ما فيش حاجة نكسة خالص، ما فيش حاجة إيه؟ نكسة خالص. يجي ربنا يقول إيه؟ دي نكسة بقى. يبقى إحنا بقى هنقول عليها نكسة، مش عشان هي نكسة بذاتها، عشان تعبدي، أمر تعبدي. يعني ربنا بيتعبدنا، هنعمل إيه؟ خلاص كده؟ كل حاجة حلال، كل حاجة إيه؟ يروح جاي على حاجة كده ويقول لنا دي بقى حرام، للتعبد، للأمور الإيه؟ للتعبد. يعني تجد البول وهو جوانا، حد يقدر يقول عليه نجس؟ ولما يخرج نقول عليه إيه؟ نجس. طب ليه؟ ما هو هو ده هو ده، صح؟ يبقى هو لما يبقى جوانا ربنا يقول لك عليه طاهر، ولما يخرج يقول ده نجس. بيتعبدنا، بيتعبدنا يعني ايه؟ بيبتلينا، هنطيع ولا مش هنطيع؟ بس انما هو اللي جوانا، هو الدم اللي جواكي لما بيخرج هو نفس الدم اللي ايه؟ ليه لما بيخرج نقول عليه نجس ولما يفضل جوانا نقول عليه ايه؟ طاهر؟ عشان امر تقولي امر ايه؟ تعبدي. يبقى الاصل في الاشياء الطهارة كل حاجة طهرة، إلا لو ورد دليل يقول إن هي إيه؟ نجسة. يبقى إذن الحاجات الطهرة كتير جدا، والحاجات النجسة إيه؟ قليلة إيه؟ جدا. الحاجات الحلال كتير جدا، والحاجات الحرام إيه؟ قليلة جدا. أنت تاكلي كل حاجة، فراخ تاكلي، لحمة تاكلي، عصافير تاكلي، سمان تاكلي، مش كده؟ محدش بيقول لك حاجة، خضار، فاكهة. يجي على حاجات بقى بسيطة كده يقول لك إيه؟ بلاش تاكل دي. الخنزير، بلاش تاكل الخنزير، يعني هي ضاقت على الخنزير. إيه يعني الخنزير؟ ما تشربيش الخمرة. بس أدي الحاجات اللي ما تاكليش الخنزير، ما تشربيش الخمرة. وكلي كل حاجة، طب ما تاكليه عنب. ليه تعمليه خمرة يعني؟ ما تاكليه طازة كده عنب حلو. انت تعملي خمره دي تشربي